أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وما يزال الحديث عن تقدم الحوثي باتجاه محافظة شبوة، وهو تقدم مهم سيطر فيه الحوثي على عقبة القنضع، وهي عقبة مهمة وحاكمة ومطلة أيضا على مديرية بيحان، وقد تهيئ الحوثي للهجوم على شبوة وعلى أيضا أبار النفط فيها، في غياب أيضا اهتمام الحكومة وأولوياتها العسكرية عن هذه المعارك، ويبدو كأنها محايدة أو أنها مستلبة القرار. أستاذ ياسين، استمعت إلى التحليلات العسكرية وأيضا إلى الوكيل، والوكيل يقول 7 سنوات نقاتل، والذي لا يستطيع القتال في أعلى الجبل لا يستطيع أيضا القتال في أسفله، لماذا نلومه؟ لكن لا أستطيع أن أقول لماذا لا ألوم الوكيل. هذا الوكيل ينبغي أن يسجل موقف، إذا يعتقد أن هناك أخطاء ينبغي أن تعالج ولم تعالج فعليه أن يعلن ذلك، لأن هذا الوكيل هو جزء من المنظومة السلطة المحلية التي ينبغي أن تؤدي دورها بكل كفاءة وإخلاص ومسؤولية. أن يقف متفرجا أو يطلق مبادرات للصلح بينما إحباط يا أخي، محبط من قيادته السياسية، لكن ينبغي أن يتصرف، ينبغي أن يتصرف، ينبغي أن يتحرك. إذا لم يتحرك هو، إذا لم يتحرك القادة العسكريون، إذا لم يتحرك القادة قادة السلطة المحلية ويقومون بدورهم ويغطوا هذا الفراغ الموجود هناك، من الذي سيتحرك إذن؟ من الذي سيتحرك؟ لأن هؤلاء لن يبقوا أصلا في مناصبهم إذا ما تقدم الحوثي، إلا إذا كان لديهم قد يبقيهم الحوثي في مناصبهم، إلا إذا كان لديهم استعداد أن يعقدوا صفقة مع الحوثي. فهذا فإذا لا ينبغي أن يعطي دروس، هذا الشخص لا ينبغي أن يعطي دروس. أنا في تقديري أن الجميع فرط في مسؤولياته، بطبيعة الحال هذا نتاج، لماذا نلوم وكيل محافظة؟ هذا يعني نتاج، هذا ربما لا يستلم مرتباته، يعني هذا نتاج نقول ونترك رئيس الجمهورية مثلا الذي يتواجد الآن في واشنطن ويبدو كأنه حانك. هو طبعا بدأ الأمر، كان هناك متسع لو تعلم في 2013 و2014 لدى جميع القوى السياسية، كان لديهم متسع ليتصرفوا، ليناوروا، لكي يتبنوا مواقف حمقاء من بعضهم، مثلا المؤتمر الشعبي العام وغيره من منظومة سياسية أخرى بالتخادم مع القوى الإقليمية، اعتقدوا أن الحل سيكون بإنهاء نفوذ الإخوان المسلمين باعتقادهم. هذه قصة قديمة نتكلم عنها الآن. لا لا لا، باعتقادهم أن بانتهاء نفوذ الإصلاح على سبيل المثال الذي يسمونه إخوان المسلمين ستحل كل الأمور، لكن تبين فيما بعد أن الجميع هدف أمام مشروع خطير جدا يستهدف أولا تقييد دولنا، تقويض دولنا، هدم دولنا، هدم مشاريعنا السياسية الديمقراطية، مشاريع المواطنة، مشاريع الحرية والكرامة، هذا هو الهدف. ولازلنا نرى نماذج تتكرر ليس فقط في اليمن وإنما في مناطق أخرى. اليوم المجلس الانتقالي لديه استعداد لكي يتآمر على شبوة بحجة أن محافظ ليس معه، أو لأن المحافظة ينتمي للإصلاح، لكنه يؤمل أنه هو من سيستعيد. إذن لازلنا رغم كل الخسائر التي منيت بها أطراف سياسية وقادة ربما أكبر من الانتقالي، منيوا بخسائر فادحة وذهبوا ضحية مخططاتهم الكارثية الهوجاء هذه أو الحمقى، ومع ذلك هناك من لديه استعداد لكي يواصل هذا الخط الأهوج الأحمق في التعاطي مع التحديات. ما مسؤولية الحكومة باليمن؟ الحكومة في الحقيقة، الحكومة جرى هندستها لكي تكون مشلولة، لا قيمة لها ولا أثر. ولهذا عندما يتم تصميم اتفاق الرياض، ما هدف اتفاق الرياض؟ كان هدف اتفاق الرياض هو أن تتفرغ السلطة الشرعية والتحالف لمواجهة العدو الحقيقي الذي هو الحوثي ومن خلفه إيران. ما الذي حدث الآن؟ الذي حدث الآن هو أن الطرف الإرهابي الانفصالي الذي يتبنى موقفا واضحا من الدولة اليمنية ويريد هدمها بات اليوم طرفا سياسيا مشروعا. إذن هذا هو هدف الاتفاق الرياض. لهذا اليوم نجد أن المناطق المحررة يتآمر على تسليمها للحوثيين هذا المجلس الانتقالي، هذا المجلس الانتقالي الموجود الذي يعتبر جزءا من الحكومة. لماذا نلوم أعداء المشروع، مشروع الدولة والجمهورية، ولا نلوم المسؤول عن هذه الدولة، الرئيس والحكومة؟ أين دوره الرئيس إذا صدقت التوقعات بأنه موجود الآن في واشنطن وبقائه طول هذه الفترة في الولايات المتحدة الأمريكية نوع من التعبير عن عن الرفض السياسات المتبعة إزاءه أو إزاء اليمن من قبل المملكة العربية السعودية، إذا افترضنا ذلك، إذا صح أن الرئيس يمارس شكل من أشكال الاحتجاج بوجوده أو تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن يكون هذا مؤشر. ولهذا أنا أعتقد إذا كان هذا صحيح، زيارة السلطان البركاني إلى سيئون ربما تكون رسالة مرتبطة بهذا الموقف تحديداً، بهذا الأمر تحديداً.
بمعنى أنه نستطيع أن نحرك مؤسسات أخرى، وهذه المؤسسات الأخرى يمكن أن تتبنى مواقف تهز مشروعيتك وربما تنهي وجودك. تجد أن وجود البركاني في سيئون جزء من الصراع مع الرئيس. لكن ما الذي حدث؟ البركاني بمجرد أن وصل إلى سيئون أرسل رسالة مدمرة تشبه تلك الرسالة التي سمعناها اليوم من محمد الفاطمي وكل وزارة. ماذا قال؟ قال أنه قد لا يكون هناك اجتماع المجلس النواب في سيئون لأن القدرات تطورت جدا لدى الحوثيين، لديهم طائرة مسيرة ولديهم صواريخ. يعني أنت تعود إلى سيئون والناس مستبشرين بهذه الأوضاع. ولماذا عاد إذن؟ وشعروا بدفعة معنوية. أنت تهدم هذه المعنوية يعني بهذا الشكل، أنت تفرغ عودتك هذه من مضمونها، تجعلها لا شيء لا قيمة لها عمليا من خلال هذا التصريح. إذن يبدو أن الرجل طلب منه الذهاب وهو يريد أن يفرغ هذه، وطلب منه أيضا أن يبرر بحيث أنه إذا لم يعقد مجلس النواب فالشعب يكون لديه علم واضح بأن عدم انعقاده بسبب وجود الطائرات المسيرة. إذن أنت عمليا تريد أن تقول أن السعودية بقواتها المسلحة الكبيرة وإمكانتها الهائلة فشلت، ليس فقط في هزيمة الحوثي، إنه في تأمين جلسة لمجلس النواب، بل في تأمين جلسة لمجلس النواب، وأن الحوثي بعد 6 سنوات من الحرب يستطيع أن يمنع أي اجتماع لي أي هيكل أو جسم حكومي أو شرعي أو سلطوي تابع للشرعية في أي مكان من اليمن. إذن كيف تسمي أن التحالف حقق أهدافه في اليمن؟ حقق أهدافه التي يريدها وليست الأهداف المعلنة التي من ضمنها تمكين السلطة الشرعية من استعادة نفوذها وهزيمة الحوثيين وهزيمة الانقلاب وتحرير الانقلاب. نعم. هذه الأهداف لا قيمة لها الآن ولا وجود لها، وبالتالي نحن إذن أعتقد أن وجود البركاني في سيئون لن يعقد جلسة. أعتقد أنها رسائل متبادلة لا أقل ولا أكثر، ولن تكون هناك جلسة للبرلمان. أتطلع لأنه كلام البركاني واضح، لن تكون هناك جلسة. أتمنى أن تكون هناك جلسة بطبيعة الحال، ليس فقط في سيئون بل في عدن، والسعودية لديها كل الإمكانيات لتأمين هذه الجلسة في عدن تحديدا. طيب، لا مجال للسعودية أن تتخلى عن مهمتها هذه. إذا لم تستطع أن تأمن اجتماع في عدن بسبب الصواريخ أو في سيئون بسبب الصواريخ أو في المكلا بسبب الصواريخ أو في مأرب، فعليها أن تؤمن هذه الجلسة في المهرة. فهل تستطيع أن تتعاطى أو تتعامل محافظة المهرة كعاصمة مؤقتة مرحلية للسلطة الشرعية؟ أنا في تقديري في تصوري أنها ليس في وارد تبني توجه كهذا، لأن وجودها في المهرة أصلا له علاقة بأهداف جيو سياسية مختلفة تماما عن استعادة الدولة، عن هدف استعادة الدولة. نعم، سأعود إليك أستاذ ياسين التميمي، وأيضا أذهب بهذا السؤال إلى عبد العزيز الهداجي المحلل العسكري. كيف يمكن ربط الخسائر العسكرية نقول للشرعية في أيضا وجودها السياسي أمام التحالف أو حتى أيضا تحت إطار التحالف؟ وما القيمة الآن التي تتحصل عليها الشرعية في ظل هذه الهزائم العسكرية؟ طبعا هناك مقولة نابل بنادرت، يعني فاوض على قدر على مدفعيتك الذي تصل إليه مدافع. هذا هو. كلما خسرت الشرعية مناطق كانت تحت حكمها كلما تضاءلت سياسيا. وللعلم الشرعية يمكن في عام 2016 كان موقفها أقوى من الآن، يعني الآن الشرعية محترية وتكاد تنتهي. طبعا لا نحمل التحالف وحده، وانما الشرعيه نفسها كاشخاص كافراد كمؤسسات هم اضعف ما يكون، او ان النقبه السياسيه هذا لم تكن مؤهله لهذه المرحله او لمرحله ما بعد علي عبد الله صالح. في شغله بالنسبه لمجلس النواب الذي المزمع ان يعقد او انه كان سوف يعقد جلسه في سيئون، أنا أميل يعني للقول أنها كانت رسالة سياسية أكثر منها جلسة. ما فائدة الجلسة هذا؟ كانوا بيناقشوا الوضع العسكري أم السياسي أم المالي أم تدهور العملة أم العسكري أم حتى الدبلوماسي؟ جلسة واحدة ما الذي سوف كانوا يخرجوا في قرارات؟ إما أن تكون هنا قرارات جاهزة ومبيتة يصوتوا عليها، أو أنه نوع من الضغط على الرئيس هادي. وهي احدى وما هي القرارات الجاهزه والمبيته التي تتوقعها؟ ربما انها سوف تكون هي ربما مبيته وجاهزه ضد الرئيس هادي بالدرجه الاولى.
هذه لا يحتاج، هذه نفسه ضد نفسه، يعني هذه لا يحتاج الى من يقف ضده، فهو يتآمر على ذاته. عندما أيد الحوثيين يعني الوصول الى صنعاء كان اشبه بمن يطلق النار على قدميه. هذه لم يكن يصلح لقيادة الدولة. لكن مجلس النواب انا ارى ان جلسته يعني اذا كانت جلسات حقيقية فهي لا تقدم ولا تؤخر، سوف تكون جلسات معنوية فقط لشعور الشعب ان باقي هناك مؤسسة موجودة. اما انها كان اميل الى انها كانت رسائل سياسيه. شوف، في حاجه بالنسبه للامارات لازم، هي كانت تحارب الحوثي صحيح حتى تقريبا 2020، لكن بعد احداث الفجيره، بعد تفجيرات الفجيره، تفجيرات ناقلات النفط، خطاب الحسن نصر الله يقول لمحمد بن زايد بالاسم: احذر فان المدن الزجاجيه سوف تدمر في الربع الساعه الاولى للحرب. هنا الإمارات غيرت موقفها. أعطيك على سبيل المثال، الأباتشي هي التي صنعت الانتصارات السريعة في الساحل الغربي. الآن لو وقعت معارك في الساحل الغربي لن تشارك الأباتشي، ولن تجرؤ الإمارات أن تقول أنها تقاتل الحوثي. حتى الآن لا تستطيع الإمارات أن تعلن وتقول أنها ما زالت تقاتل الحوثي أو تشارك بقصف الحوثي. بعد تفجيرات الفجيرة مختلف تماما عما قبله. نعم، وتجد ان بهذه القياده، انت تحسم الامور بهذه القياده السياسيه، لا يمكن ان يكون هناك انتصار عسكري، بل على العكس من ذلك سنخسر عسكريا اكثر واكثر. بالنسبه شوف، انا سبق قلت لك اذا لم تكن هناك قياده سياسيه كما قال الراحل انور السادات الله يرحمه، ومن اجمل مقولاته: اذا لم تكن اداره سياسيه للحرب فإن الحرب تتحول إلى تهريج. قالها باللفظ هذا، تهريج. تهريج. الآن ما فيش لدينا أهداف استراتيجية للمعركة حتى الآن. إحنا منتظرين الحوثي يهاجم في مارب ونصده، منتظرين يهاجم في الكسارة ونصده، في المجح ونصده، منتظرين الآن متى يهاجم بيحان. ليس لدينا قوة للرد السريع أو للقيام بهجوم مضاد. نعم. لاحظ الحوثي عندما سقطت الزاهر خلال 3 أيام استطاع أن يشن هجوم سريع مضاد. نعم. بغض النظر، الحوثي يشتغل على كل الأصعدة الثقافية. بالله عليك، وزارة الخارجية، وزير الخارجية، وزير الخارجية من بداية الحرب حتى الآن كم زاروا دول؟ أين النشاط الدبلوماسي؟ نعم، داهمنا الوقت أستاذ عبد العزيز الهداشي، وفكرتك واضحة بأن بدون قيادة سياسية للمعارك وللحرب ستكون مجرد تهريج. تعليق أخير أستاذ ياسين التيمي. أتفق معه فيما طرحه، وفي الحقيقة اليوم السلطة الشرعية هي من ينبغي أن يحضر الآن لمواجهة تحديات المرحلة، وهي تحديات طبعا ليست جديدة لكنها اليوم عميقة وقوية جدا. وجود اليوم الرئيس عبد الرب منصور الهادي في الولايات المتحدة مرتبطا بانزعاج من السعودية على سبيل المثال قد ربما يحرك المياه الراكدة، ونتمنى أن تكون لموقف كهذا تبعاته على الأرض بحيث تستعيد السلطة الشرعية عافيتها. لكن تجارب السنوات الماضية، هناك مؤامرة للتخلص من هذا. نعم. ستجد أنها ستمضي؟ لا أعتقد، يعني هناك صعوبة لأنه هناك معطى أمريكي جديد الآن، ولولا هذا المعطى